مرحبا، كيف أقدر أساعدك؟ صباح النور، من فضلك أريد معرفة المزيد من التفاصيل عن الخدمات المقدمة من قبلكم عن الادخار. مرحبا بك، بنكنا يقترح على العملاء خدمات عديدة من عروض الادخار والتوفير. لو تعطيني لمحة على وضعك المالي والهدف اللي تريد تحقيقه لكي يستطيع مساعدتك في اختيار العرض اللي يناسبك. أنا أعمل في مجال التسويق والإعلانات الرقمية عبر الإنترنت، مشروع ناجح، وبفضل التخطيط المحكم والانضباط أصبح لدي فائض مالي كل شهر، لذلك قررت فتح حساب ادخار أدخر فيه المال بهدف تمويل مصاريف شراء المنزل إن شاء الله بعد 3 سنوات. أستاذي، يوجد لدينا 3 خدمات للادخار: الادخار العادي أو دفتر الادخار أو التوفير، الادخار التعاقدي المعروف أيضا بالإيداع المتراكم، وبرامج التكافل الوديعة لأجل. وما هو الفرق بين هذه الحسابات؟ لو كنت تريد الادخار أو الاستثمار مع الحصول على عوائد شهرية آمنة والتمتع بحرية إدارة حسابك والتصرف بأموالك في أي وقت، حساب تكوين هو الحل، وهو أفضل حساب ادخار لتحقيق هذا وأكثر، حيث يتيح مصرفنا الحصول على حساب تكوين لادخار واستثمار المال والحصول على عوائد شهرية مع التمتع بحرية إدارة الحساب والتصرف بالأموال في أي وقت. حساب تكوين هو الحساب الأول من نوعه في السعودية بعوائد شهرية وحرية مطلقة، ويمكنك الوصول إليه عبر بطاقة الصرف الآلي أو عبر موقعنا على الإنترنت أو تطبيقاتنا الافتراضية أو عبر هاتفك الشخصي. وتتمثل مزايا الأخرى لهذا الحساب في التوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، رصيد الحساب المؤهل للحصول على الأرباح هو 20,000 ريال سعودي فما فوق للحساب بالريال السعودي، الحصول على كشف حساب دوري، سهولة إدارة وتتبع الحساب من خلال قنواتنا الإلكترونية، إمكانية الإيداعات النقدية والشيكات في جميع فروع البنك، سهولة تحويل الأموال محليا ودوليا وبين الحسابات، سهولة بيع وشراء العملات. أي شخص لديه حساب جاري بمصرفنا يمكنه فتح هذا النوع من الحسابات. وكيف تتم عملية توزيع الأرباح؟ هذا مرتبط بالحد الأدنى للرصيد خلال الشهر. فمثلا الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر، نسبة المشاركة بالربح حسب الشريحة، متوسط نسبة العائد حسب الأداء الساب، عدد أيام الشهر، المبلغ العائد لحساب العميل شهريا 20,000 ريال، 30%، 0.22%، 30، 3.8 ريال، 300,000 ريال، 40%، 0.30%، 30، 76.06 ريال، 1,000,000 ريال، 60%، 0.45%، 30، 760.6 ريال. الربح يساوي المبلغ ضرب نسبة العائد على حساب تكوين بناء على شريحة الحساب ضرب عدد أيام الشهر 36,000. وكيف يمكنني فتح حساب من هذا النوع؟ يمكنك القيام بذلك عبر قنواتنا الإلكترونية أو في أي فرع من فروعنا مصحوبا برقم الحساب وملء الاستمارة وتوقيعك. ماذا عن الأنواع الأخرى؟ بالنسبة لحساب الادخار التعاقدي، يقترح بنكنا مثلا حساب الودائع المتنامية التميز. الخاصية الرئيسية لهذا النوع من التوفير أو الادخار تتمثل في أن المبلغ الذي يجب إيداعه كل شهر ثابت ومنتظم ولا يقل عن 500 ريال شهريا، مع إيداع الحد الأدنى المبدئي من 5,000 ريال سعودي إلى 1,000,000 ريال سعودي، وذلك لمدة معينة منذ البداية، وتتراوح من سنة واحدة إلى 5 سنوات، ويتم دفع العوائد بنسبة تتراوح بين 1.85% إلى 2.5% عند انتهاء العقد مع أصل المبلغ المستثمر. مصرفنا يوفر أيضا تطبيقات على شبكة الإنترنت تمكنك من قياس مبلغ العائدات حسب المبلغ المدخر، نوعية الحساب والمدة الزمنية، لكن النفاذ إلى مدخراتك محظور إلى حين استكمال شروط العقد، وهو يفتح إمكانية التمويل لشراء المنزل وذلك في حال احترام شروط العقد. أما في حال طلب سحب المدخرات قبل استوفاء شروط العقد، فإنه يمكنك استرجاع مدخراتك بعد دفع الغرامة التعاقدية، حيث أنه غير مسموح بعمليات السحب النقدي خلال فترة سريان العقد، لأن الغرض من الحساب هو الادخار واستثمار المبلغ المدخر على حسب المدة المحددة، وهو مطابق للشروط والأحكام. وكيف يمكنني فتح حساب من هذا النوع؟ يمكنك القيام بذلك عبر قنواتنا الإلكترونية أو في أي فرع من فروعنا. يجب أن تكون من عملاء البنك ويكون لك حساب جاري مع ملء الاستمارة المخصصة وإمضائها مع العقد، دون أن تنسى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية. حسب رأيي هذا النوع من الحسابات يتماشى مع وضعك المالي وهدفك،
ماذا عن حساب الوديعة الآجل؟ يجب إيداع على الأقل مبلغ 100,000 ريال سعودي وعلى فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات. نسبة الفائدة في هذا النوع من الحسابات هي أعلى من الأنواع التي تطرقت إليها سابقا، وفي حال عدم احترام شروط العقد فإنه يمكنك استرجاع مدخراتك بعد دفع الغرامة التعاقدية، إذ لا يمكنك سحب مدخراتك أثناء سريان العقد. لكني لا أملك 100,000 ريال سعودي. حسب وضعيتك المالية هذا النوع من الحسابات لا يلائمك، وحسب رأيي يلزمك حساب ادخار تعاقدي وبالتحديد حساب الودائع المتنامية التميز. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. سأقوم بزيارة بعض البنوك والمصارف الأخرى للمقارنة بين مختلف الشروط البنكية واختيار الحساب الملائم. لخدمتك دائما، ولا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار آخر.